قبل البداية حبيت أذكركم أن الرقصة الهندية شباب قريبا راح تنتهي أكوادها من السوق وتصير رقصة نادرة جدا، فجبلكم اليوم متجر حبس موفر لكم الرقصة الهندية بسعر 49 ريال، سعر رخيص ومميز. وطبعا طرق الدفع راح تكون طريقتين، الطريقة الأولى بطاقة البنك والطريقة الثانية عن طريق سوا، وراح يكون سعرها 60 سوا. كيف تشتريها بسوا؟ مثل ما تشوفوا قدامكم هذه العلامة الزرقاء، بتكبس عليها يطلع لك ثلاث خيارات، تكبس على الخيار الثالث بيرد عليك الرد الآلي، تبعث له رقم البطاقة السوا اللي معاك حتى يعطيك المنتج على طول. فرابط المتجر راح يكون في الوصف. السلام عليكم، كيف الحال يا شباب؟ طبعا يوم مقطعنا راح يكون شهر تحديات الاسبوع السابع بفورتنايت، وطبعا بنهايه المقطع راح يكون في جيف اوي جديد. طبعا شباب قبل بدايه المقطع اتمنى من كل شخص فيكم جديد في القناه انه يشترك فيها وفعل زر الجرس، واتمنى انك تدعم المقطع بلايك، وطبعا لا تنسوا تستخدموا كود الدعم او كود المتجر YZYZET وتحفظوه عندكم في الايتم شوب. طبعا شباب هذه هم قائمه التحديات السبعه اللي راح نشرحهم اليوم. ما اتوقع في تحدي سري، خلينا نشوف في تحدي سري. اي ما في تحديات سريه، خلاص خلصت تحديات سريه بس تحديات الاسبوع السابع. طبعا شباب خلينا نبلش باول تحدي فيهم على السريع ونختصر وقت، لان بعد ما اشرح التحديات بنهايه المقطع راح يكون في جيف اوي جديد معانا، فلازم تتابع المقطع للنهايه. ونبلش بالتحديات. طبعا التحدي مطلوب منك انك تفتح 7 صناديق بمنطقه كيت كورنر، هذه كيت كورنر، تنزل بهذا المكان وبتفتح فيها 7 صناديق وبتخلص التحدي الاول بكل سهوله. طيب التحدي الثاني مطلوب منك قتل 3 اشخاص بمنطقة كريجي كلوفز، هذه هي تنزل عليها وبتذبح فيها 3 اشخاص وبتخلص التحدي الثاني بكل سهولة. يعني الاول تفتح 7 صناديق بمنطقة كيتي، الثاني تذبح 3 اشخاص بمنطقة كريجي كلوفز، فهذا اول تحديان يعتبروا سهلات جدا. ننتقل للتحدي الثالث. التحدي الثالث بمنطقة دوم زومين انا فيها حاليا، مطلوب منك تفتح الخزنة الخاصة بدكتور دوم. طيب الخزنة بكل مكان تحت الملعب هون، عشان تفتح الخزنة لازم تأخذ البطاقة من دكتور دوم. دكتور دوم ممكن يكون عند الخزنة أو ممكن يكون في البيت، فبالأول بشوفه بالبيت أو لا. بجيب السلاح، أتوقع دكتور دوم يا شباب في الخزنة، فبنروح على الخزنة. فبتضلك رايح على الخزنة إذا ما كان دكتور دوم بالبيت، بيكون في الخزنة تحت يعني عندهم، فأسهل يكون بالخزنة بس تذبحه على طول وبتخلص التحدي. هذا والكلب، ايوه اقعد 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 وانت قاعد. طبعا بالقام العاد راح يتنوكوا معك، في القام العاد راح يتنوكوا معك عشان بلاي جراوند قاعدين يموتوا على طول. انت بتكون تلعب جيم عادي طبعا. ناخذ البطاقة، هذه البطاقة معاي. وبتدخل على الخزنة وخلص بحسبوا لك التحدي الثالث انك خلصت، انه مطلوب انك تدخل الخزنة مش شرط تلوتها، المهم تدخلها وتفتحها عن طريق البطاقة اللي بعطيك اياها دكتور دوم. دكتور دوم ممكن يكون بالخزنة تحت او ممكن يكون في البيت. طبعا بتفوت جيم عادي مش تفوت بلاي جراوند عشان ينحسب التحدي. والتحدي الرابع مطلوب منك انك تدمر 3 انسجة عن كبوت الموجودة اثورتي السلطة، هذه اثورتي السلطة بيكون فيها انسجة عنكبوت قديمة، فبتكسر 3، مطلوب منك 3 وبتخلص التحدي. فهسه بوريكم اماكن انسجة عنكبوت الموجودة بالاثوريتي او بالسلطة. طبعا ننزل على الطابق الارضي الاول، هاي واحد شايفينه على الباب الرئيسي والثاني داخل، باقي واحد ثالث وين راح يكون؟ اتوقع هون، هذا هو الثالث. اتوقع في اكثر من 3 بس اي الرابع كمان، بس انت مطلوب منك 3 بس. شايفين في اكثر من 4، في 5 6 7 ممكن، مطلوب منك 3 بالسلطة، فكسر اي 3 بوجهك من انسجة العنكبوت وبتخلص التحدي الرابع. المهم في اثورتي في السلطة. التحدي الخامس بدك تستكشف معمل او منزل توني ستارك المخفي الموجود عند البحيرة. في له زي معمل او بيت مخفي بيكون عند البحيرة، هذا هو مكانه، هذا مكان البيت مثل ما تشوفوا قدامكم. فتحت البيت بيكون في معمل او بيت مخفي لايرون مان هو توني ستارك،
فبنيجي عند البيت، شايفين الشجرة هاي شباب؟ عشان تنزل على الطابق اللي تحت تكسرها وتدخل من المخزن، تكسر الباب. هاي انت استكشفت المكان او دخلت المكان وبتخلص التحدي الخامس بكل سهولة. هذا المكان خاص بايرون مان، مكانه الثاني، شايفين كيف؟ فبسموه معمل او بيت خفي لايرون مان. فهذا مكانه مرة ثانية تحت البيت اللي بيكون هون، بتكسر الشجرة وبتكسر باب المخزن وبتدخل. وطبعا شباب التحدي السادس مطلوب منك انك تسوق سيارة من سويتي ساند الى ميستي ميدو، من سويتي الى ميستي ميدو خلال 4 دقائق، مش اكثر من 4 دقائق يعني، بدون ما تطلع من السيارة. فطبعا ميستي على الشاطئ هون كله سيارات على الشارع اللي هون، فبتجيب اسرع سيارة بدك اياها وبتعبيها بنزين فل من المحطة اللي هون، هذه المحطة عندي، بتعبيها بنزين فل. وبعدين بضلك متجه على ميستي ميدو وامشي من نفس الطريق اللي راح امشيه لانه راح يكون اقرب طريق. حلو، هاي السيارة عم بناها، بدك تمشي على هذا الشارع هيك من عند سولتي، تنزل عند ويمينج وود، تكمل توصل الشارع اللي هون وتكمل حتى تصل ميستي. وحاول لا تنزل من السيارة حتى ما تأخر حالك. وهيك كون وصلنا لميستي ميدو بأقل من 4 دقائق، معك 4 أو أقل مش أكثر من 4 يعني. فالطريق اللي مشيته من سويتي أول شي عبيت بنزين، كملت على هذا الشارع هيك، وصلت سولتي، كملت تحت، بصير عندك طريق ترابي رح تصير بطيئة السيارة، كمل حتى توصل هذا الشارع اللي هون. لما تصل هذا الشارع اللي هون كمل على طول من عند المحطة، تجاوز الشارع اللي هون بدون ما تلف، بعدين ضلك رايح على ميستي ميدو. فبتقدر تسوي التحدي، مش صعب يعني. المهم خلال 4 دقائق بسيارة واحدة، من ممكن واحد يقول لي بالتعليقات انا بقدر انزل من السيارة والتحدي بنحسب، ما بعرف، بس هم كاتبين نهاية التحدي بدون ما تنزل منها او بدون ما تخرج من السيارة، فانتوا جربوا عادي. التحدي السابع والاخير، بدك تدمج خصومك 1000 دمج بقدرة ستورم، الى قدرة خاصة فيها ستورم، بهالقدرة تدمج خصومك 1000 دمج. فطبعا عشان تسوي التحدي بتدخل هذا الطور شباب، مارفل تيك اوفر، مش نوك اوت، تيك اوفر، لانه هذا الطور تنزل فيه قدرات من السماء بتقدر انت تبدل فيهم على كيفك. الطور اللي قبله اللي هو نوك اوت ما بتقدر تبدل قدرات، كل جيم بعطوك قدرات هم خاصة، فما بتقدر تخلصه بهذاك الطور. اما المارفل تيك اوفر بتقدر، لانه بضل القدرات تنزل وبضلك تبدل بينهم. فبدنا قدرة ستورم هي العاصفة او زي شكل دوامة تدمج فيها خصومك 1000 دمج. هسه بوريكم كيف او كيف شكل القدرة المطلوب تخلص فيها التحدي. طيب وين القدرات اللي بتنزل؟ هاي القدرات نزلت شباب، بدنا قدرة على شكل دوامة او عاصفة. هذه قدرة الستورم، هذه هي، شايفين شكلها؟ يا رب الحقها. انا مين؟ وين انا؟ ستورم 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 ستورم، هذه الدوامة شباب، شايفين اسمها؟ ستورم دي بلاست. بناخذها وبتروح عند خصومك بتحاول تدمجهم 1000 دمج اكثر من جيم عادي. هاي الحركة بتدمج فيها 1000 دمج لخصومك لما يكونوا قرب منك. اعطيهم واحدة ار، واحدة ار، دمجتهم كلهم. فالقدرة وريتكم اياها شكل عاصفة او دوامة، يعني هي موجود منها كثير برسبن، فبتقدر تسوي التحدي. المهم تدمج الناس بهاي القدرة 1000 دمج بجيم او اكثر من جيم. المهم بطور مارفل تيك اوفر اسمه. خلصت تحديات الاسبوع وشرحنا كل شيء، ما في تحدي سري لولفرين لانه خلصه. فبدي اسوي جيف اواي لكم، فمعناته خلص بنعمل جيف اواي ثاني على 1000 بوكس كمان مره، فراح كلنا فائزين. واحد من تعليقات هذا المقطع
الثاني من تعليقات الصورة اللي تشوفها قدامكم. تمام، انت كمشاهد سواء كنت بي سي سوني اكس بوكس تقدر تشارك عادي. بتقدر تشارك مرتين، تشارك مرة بتعليقات المقطع هذا سوي شروطه، ثاني مرة شارك في انستغرام باخر صورة اللي تشوفها قدامكم. فهمتوا كيف؟ طيب شروط المقطع او شروط الفائز الاول راح تكون كالتالي: تعمل لايك للمقطع وتشترك بالقناة وتفعل زر الجرس. ثاني شرط انك تعمل فولو متابعة لحساب الانستغرام، بتفوت على الرابط بيكون بالوصف، تعمل لي فولو متابعة وهيك انت بتكون سويت الشرط الثاني. الشرط الثالث انك تستخدم كود المتجر او كود الايتم شوب YZYZET وتحفظه عندك في الايتم شوب. بعد ما تسوي هاي الثلاث شروط تكتب الوصف تم وحسابك انستغرام. اي شخص كاتب تم او اي كلمة ثانية بدون حساب انستغرام لو فاز بختار غيره، لان انا بدي شخص يكون كاتب حساب الانستغرام لانه السحب اصلا راح يكون في الانستغرام، فما راح تقدر تشارك اصلا بدون ما يكون عندك انستغرام لانه انت اصلا هيك ما بتكون مسوي الشرط الثاني اللي هو انك تتابعني. فاي واحد بيفوز لازم يكون كاتب تعليق وتم مثلا او اي كلمه المهم يكون كاتب تحتيها حسابه الانستغرام. هذا بالنسبه للفائز الاول. المسابقه الثانيه او الفائز الثاني عادي بتفوتوا على رابط انستغرامي بتلقوا الصوره تشوفها قدامكم، فيها بيكون في شروط بسيطه بتعملهم وبتكتب اي تعليق. فانا يوم الاربعاء القادم بسوي السحب على الساعه 9 بالليل، بعمل سحبين، سحب من تعليقات مقطع اليوتيوب وسحب من تعليقات الصوره. اي شخص بيفوز مو عامل الشروط راح استبعده واختار واحد غيره، فاعمل كل الشروط حتى انه اذا فزت ما استبعدك. فبس شباب بكون وصلنا لنهايه مقطعنا، فاتمنى من كل شخص فيكم استفاد من المقطع انه ينشره كل مكان، واتمنى اذا كنت جديد في القناه وتتابع المقطع ولسه ما مشترك بالقناه اتمنى انك تشترك فيها وتفعل زر الجرس حتى تساعدنا في الوصول ل 700 الف مشترك. وبس شباب ربي يسعدكم على كل شيء، مع السلامه.